متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم يوم مختلف عن كل الحوارات والروبورتاجات التي نناقشها في قناتنا. اليوم سيكون لدينا روبورتاج أو حوار مختلف نوعا ما، ليس مع فنانة فكاهية أو غنائية أو صاحبة الروتين اليومي والضجات وما شابه ذلك. ففي هذا اليوم سنستقبل صاحبة رواية السواد المضي. هي رواية صراحة جميلة جدا جدا من ناحية غلافها، من ناحية محتواها. ثم إن صاحبة هذه الرواية والتي وصفت الحياة بالجن العاشق هي كاتبة، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها شابة. نستضيف وإياكم في هذا اليوم صاحبة السواد المضي، الكاتبة والمؤلفة نهيلة البقالي. نهيلة، مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الاستضافة، وأنا فرحانة لتواجدي معكم اليوم. اختي نهيلة، نبداو معك من الاول، عرف من راسك وعرف المشاهدين شكون هي نهيلة البقالي. معكم نهيلة البقالي، سن 19 سنه، من موالد مدينه طنجه، وطالبه في سلك الاجازه في كليه الاقتصاد، وطبعا مؤلفه السواد المضي. كيفاش من الاقتصاد للادب باش تعدل السواد المضي وانتينا في الاقتصاد؟ كيفاش عملتي؟ صراحه البدايه ديالي في الكتابه ديال خواطر الاقتباسات جات غير بمدح الصدفه. بديت اول مره في الايام ديال الليسي، كنت انا وصاحبتي كنختاروا موضوع، كنقولوا خصنا نكتبوا عليه ونهضروا عليه. كنبداو الموضوع يعني الصدفه، كنبداو كنكتب على الموضوع، فاش كنساليو بالكتابه هي كتقرا ديالها وانا كنقرا ديالي، كنبقى نقولوا هذه العباره هذه مزيونه، تينا استعملت هنايا هذه مزيونه. ايوا، وبديت كنميل للقرايه ديال الروايات والكتب. صافي بديت شويه بشويه كنكتب قصص قصيره، جاتني هذه العافيه كنكتب السواد الماضي. تبارك الله، الله يبارك فيك. اعطينا واحد النبذه مختصر على السواد الماضي. بالنسبه لي السواد الماضي واحد رؤيه معمقه للواقع ديالنا، داكشي اللي كنعيشو في حياتنا كل نهار، اللي يقدر يوقع مع اي واحد فينا. هضرت على شي حوايج كنخاف نهضر عليهم، شي حوايج مثلا ديك العلاقات كيحشومه، كتشوف صداعيهم ولكن هما اصلا كنعيشوهم، ما يمكنش نغطيو الشمس بالغربال كما كيقولوا. شي حاجه كنعيشوهم خصنا نهضروا عليهم ولو انهم عيب وشحال من حاجه. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. عطينا كيفاش جاتك الفكره ديال انه تكتب السواد المضي؟ انا قلت لك في الاول بديت غير باقتباسات وخواطر، من بعد الاصدقاء ديالي بقى كيقولوا لي راه كتكتب مزيان، الاسلوب ديالك في الكتابه مزيون، في السرد مزيون. صافي، والسواد المضيء ما جاش هكذا فكره خصني نعمل روايه. بديت فقره فقره، فكره كتجبد اختها وصافي تتكونت الروايه. المده بالضبط باش تكونت هذه الروايه؟ صراحه خدمت عليها وما دتليش الوقت بزاف، شي 4 شهور هكذا كنت مكملها كامله. ما شاء الله. الله يبارك. هضرنا على الاقبال على الروايه، واش كاين ناس كتشريها، واش كاين ناس كتقراها، واش يعني لقات واحد الاستحسان من عند المجتمع؟ الحمد لله، الحمد لله لقات اقبال، والناس كتقراها وكتعجبها وكتقول لي بانها فاش كتكون كتقراها ما كتحسش بالملل، وهذه اكثر حاجه كتعجبني، انه فاش كنت كتقرا ما تحسش بالملل. فيها التشويق. فيها التشويق، خصوصا حنايا دابا في العصر ديال مواقع التواصل الاجتماعي قليل اللي كيبغي يقرا، ولكن الحمد لله لقات اقبال وعجبت الناس. كاين شي انتقادات على الروايات؟ صراحة ما وصلوش انتقادات، ما عرفتش، كاين غير الحاجات الإيجابية الحمد لله، ولكن صراحة كنتمنى يوصل الانتقادات بالعكس، باش كتعرف داكشي اللي عملتي مزيون، داكشي اللي خايب، كتحاول تخدم على راسك وديفلوبي راسك أكثر. تبارك الله عليك. من وجهة نظرك في المجتمع اللي كنعيشوا فيه، واش كاين الإقبال على القراءة بشكل عام؟ للأسف الإقبال شوية قليل، لحقاش أنا قلت لك حنايا في العصر ديال مواقع التواصل الاجتماعي، فالانسان كيميل له اكثر وكينساش يمكن القراءه، ولكن بالنسبه لي القراءه هي المركز وهي الام. ولكن كنتمنى هذا الشيء يتبدل. بالنسبه للسواد المضيء طبعا انت اللي الفتيها وخرجتيها للوجود، الاقبال ديالك كيفاش كان؟ يعني من هنا نقدروا نعرفوا واش الناس كتهتم بالقراءه، يعني واش في مده وجيزه تبع كل شيء، ولا معارف، الاصدقاء، العائله، المحيط هما اللي شراوا الروايه؟
صراحه في الاول فاش قريت الروايه لقيت الدعم عند الاصدقاء ديالي طبعا اللي كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، وعائلتي الصغرى هما اللي عاونوني ووقفوا معايا. وبالنسبه للناس هكذا ما شاتش سوى المود يمكن بزاف، حيت انا اصلا ما عطيتهاش شي حق وما عطيتش واحد البيبليسيتي، ما عطيتش واحد البيبليسيتي تليق بها. كنحاول نخدم على هذا الشيء ان شاء الله يا ربي من هنا لقدام. كيف ما قلتي لي من قبل في الكواليس ان ربما النسخ ديال السواد المودي كاملين تسالوا، واش كتفكر انه تعمل مثلا شي طبعه جديده؟ طبعا غادي يكونوا طبعات جديده من هنا لقدام، انا قلت لك نحاول نخدم لهذا الجانب هذا ان شاء الله. ان شاء الله عندك اعمال اخرى من غير السواد المودي في المستقبل؟ ان شاء الله يا ربي كنفكر، كاين افكار، قلت لك كاين افكار كنكتب بزاف قصص قصيره، ولكن دابا كروايه ثانيه كنحاول خصنا نديها وقتها ان شاء الله. خدام عليها تي ياخذ السواد المضيء حقه، ساعات تكون شي حاجه اخرى. تبارك الله عليك. من السواد المضيء والروايات المجلية، شنو هما الاهداف والطموحات اللي عندك في هذا المجال هذا في مجال الادب؟ صراحه كنحاول نطور من المهارات ديالي والقدرات ديالي في الكتابه والسرد، وكنحاول نزيد نقرا لقد ما قديت الروايات والكتب، بس هكذا كنزيد ننمي اللغه ديالي والعبارات ديالي. شكرا بزاف. من ناحيه ديال الدعم، فبما انك كاتبه اولا، اذا هضرنا على وزاره الثقافه والشباب، انت ما كتدخل في جوج، في الثقافه وفي الشباب، كاين شي دعم من عند الجهات المسؤوله على الكتابات ديالك مثلا؟ الصراحه ما كاين حتى شي دعم من وزاره الثقافه والشباب صراحه، ولكن كنتمنى من هنا القدام يسلطوا الضوء على 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 الكتاب المبتدئين خصوصا، وتكون شي حاجه. كنتمنى الخير. في نظرك كاين شي اهتمام بهذا النوع ديال المواهب؟ الصراحه شويه وصافي، كنتمنى الوزارات تشوف هذا الجانب هذا ان شاء الله. ان شاء الله. شنو هما العراقيل والصعوبات اللي واجهتك في ما نقدرش نقول لك مثلا على السواد المضيء بوحدو، وانما في المجال كامل، واش كاين شي عراقيل اللي صادفتيها في الطريق؟ شوفي كاين، ولكن فاش كتكون كتعمل شي حاجه كتبغيها ما كتحسش كاع، ملي كتكون كتعمل شي حاجه كتبغيها صافي كيجي كلشي ساهل، وكتحاول واخا كيوقعوا عراقيل كتحاول تفوتهم وصافي. بالنسبه للتدوينات طبعا اللي كتكتبهم حياتك اليومية دائما، سواء خواطر سواء تدوينات، شنو هي المنصة المفضلة اللي عندك انك تستثمر فيها هذه الثمرات هذو وتنزلهم فيها باش يقراهم الرأي العام؟ سابقا كنت كنبارطاجي الخواطر ديالي والاقتباسات ديالي مع الأصدقاء ديالي، وكنطلب الرأي ديالهم الحياة اليومية ديكسي، ولكن مؤخرا جاتنا الانستغرام، كنحاول نخدم على باج ديالي في انستغرام اللي سميتها همسات، كنحاول همسات باللغه العربيه او الفرنسيه؟ بالفرنسيه همسات. كنحاول نخدم عليها ونطور اكثر وننزل فيها اقتباسات وكل ما عنده علاقه بالكتابه، وحتى السواد المضيء كنحاول بعض المرات ننزل مقتطفات من السواد المضيء. تبارك الله عليك. بالنسبه للشباب اللي سواء في مجال الادب او في مجالات اخرى اللي باغيين مثلا يبداو في الطريق شي طريق شي حاجه رسمينها وما قادرينش، ربما الفشل، ربما اليوم غدا اليوم غدا، شنو هي رسالتك لهاد الشباب هادو؟ كيف ما قلت في السواد المضيء، تشبث باحلامك كتشبث القمر بظلمه الليل، فاما ان تحيا معا او تموت معا. راه خصك كنقول بانهم خصهم يتشبثوا بالاحلام ديالهم ويامنوا بها، هذه اهم حاجه، خصهم يامنوا براسهم بالاحلام ديالهم وما يتبعوش ديك الهضره وديك الانرجي نيجاتيف، يعملوا داك الهضره يعملوا داك الشيء اللي في بالهم ويخدموا عليه، راه شي حاجه مستحيله. تبارك الله عليك، ما سخيناش صراحه بالنقاش، ولكن شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. الله يبارك فيك، كان شرف لي. ان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. شكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.